شو اسوي؟ ازين شعري قدام البث، اغلق البث، اكسر الكاميرا قدامكم، اكسر الكاميرا. يلا الان اطلع لك الكتب واقرا لك. والله عثمان الخميس يكفر الصحابه، محمد بن عبد الوهاب يكفر الصحابه، عائشه تلعن الصحابه، كفر دول مثل ما كفرت على الشيخ عثمان. متى عثمان الخميس كفر الصحابه؟ نعم كفره في كتابه حقبه من التاريخ، كتابه حقبه من التاريخ، قال عنهم سبعيه، قال عنهم سبعيه، قال دول اتباع بن سبع، قال عنهم اتباع بن سبع الصحابه، عمرو بن الحمق الخزاعي، بوديل بن ورقة، قال هؤلاء هم الذين نشروا دعوة ابن سبع. يلا هذا تكفير الصحابة ولا؟ صحيح. أنا قرأت كتاب حقبة من التاريخ لفضيلة الشيخ عثمان الخميس. قرأت إذا أنت تقرأ وما تشوف، إذا أنت تقرأ وما تشوف شو نسوي لك؟ تفضل هذا عشاش، تفضل هذا كتاب حقبة من التاريخ، هذا وأظهر ابن سبع العقائد اليهودية كالقول بالرجعة والوصي وأن الإمامة تكون في بيت واحد من غير ذلك، وكان يقول كان فيما مضى ألف نبي وكل نبي ولكل نبي وصي، وأن علي وصي محمد صلى الله عليه وآله، فاستجاب له ناس في مختلف الطبقات، بعضهم دعاة فهموا أغراضه ودعوا إليها، وبعضهم صدق قوله فصار يدعو إليه عما به. ومن دعاته الذين ساهموا في نشر دعوته الغافقي بن حرب وعبد الرحمن بن عديس البلوي، هذا ممن بايع تحت الشجرة. ممكن والله العظيم هذا صحابي عبد الرحمن بن عديس البلوي، صحابي وبايع تحت الشجرة. عثمان الخميس يقول هذا من دعاة ابن سبع. يلا رد على عثمان، رد على عثمان. ممكن ارد عليك؟ ممكن ارد عليك الان؟ اسالك سؤال. انت رجل دين، اسمعني. لا لحظه قبل ان ترد، حتى ترد ترد بشكل مرتب. اسمع سؤالي، هل عبد الرحمن بن عديس البلوي؟ انا ارد عليك والله اعطيك مجال واسكت وانا خادم وممنون، بس اسمعني، هل عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي ام لا؟ جاوب. ما تعطيني مجال ارد عليك؟ كيف تقول؟ يلا جاوبني، رد، بس قل لي عبد الرحمن صحابي ولا لا؟ انت ما تعطيني مجال ارد عليك. كيف اخذ المجال؟ اخذ المجال الان بس جاوب على السؤال، اخذ المجال بس جاوب على السؤال، تفضل. يا 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 ميسم، انت ما تعطيني مجال، كيف اتكلم؟ كيف اتكلم؟ يلا اعطيك مجال، اقول لك تفضل جاوب على السؤال، تفضل. طيب اجاوب على السؤال. انا قلت لك في حلقه سابقه ان الصحابي عندنا عند اهل السنه والجماعه انه كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. هذا بدي يقول لك من بيعة الرضوان، هذا من بيعة الرضوان. نعم، من بيعة الرضوان كلهم من أهل الجنة، مقطوع عليه. هذا لعد شلون يقول هو سبعين الآن هو من أهل بيعة الرضوان مقطوع عنهم بالجنة. عثمان الخميس يقول هذا من دعاة ابن سبع ونشر دعوة ابن سبع. يلا هذا تكفير له مو تكفير؟ لا 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 اسمعني أن وبختي له كتاب اسمه فرق الشيعة. يا رجل وبختي الآن، خليني في عثمان الخميس، أرجوك لا تهرب، خليني في عثمان الخميس الآن، خلص نفسك. اسمعني أرجوك يا شيخ أرجوك. أما أعطيك المجال، والله المجال. اسمعني أرجوك. أما أول وحدة تحرم على عثمان الخميس، ولا من الطرحة نكتم الجميع. أرجوكم أرجوكم أول وحدة، إما أن تكفر عثمان الخميس كما كفرتنا لأنه طعن في صحابي وقال عنه سبئي، زين، أو تبرينا وتبري عثمان الخميس، أو تقول هذا الصحابي نعم سبئي. أنا أعتبر عثمان الخميس من كبار علماء السنة حفظه الله، وأنا أحبه في الله، تقرب إلى الله بحبه، ولكن أراك أنت على غير ملة الإسلام، أنت لست من المسلمين، لكن زين. يعني الآن حلال لحظة خلي ملة الإسلام، أنا مو على ملة الإسلام، أشكرك. الآن حلال على عثمان الخميس يكفر الصحابة واحنا حرام علينا ننتقد الصحابه؟ حلال على عثمان؟ حلال، علماء من علماء الامه الكبار، وهذا الفقير اليتيم ليش يعني؟ انا لانه يتيم اذا اقول عن صحابي مخوش ادمي
تكفرني ليش ما تكفر عثمان الخميس مثلي ليش؟ تفضل. هذا عبد الرحمن بن عديس البلوي. هذا تفضل، هذا البلوي، هذا عبد الرحمن بن عديس البلوي يقول عنه ابن حجر صحابي صحابي، وابن تيمية يقول عنه ممن بايع تحت الشجرة، وابن حزم يقول من أهل بيعة الرضوان. يلا، وعثمان الخميس يقول عنه سبعي. تفضل، هذا سبعي. تفضل، مو بس هو، مو بس، تفضل، هذا عبد الرحمن بن عديس البلوي، كنانة بن بشر، سودان بن حمران، عبد الله بن زيد بن ورقاء صحابي، والله صحابي، عمرو بن الحبق الخزاعي صحابي هذول كلهم يقول عنهم عثمان الخميس كانوا، اسمعني، كانوا يشتغلون عمال عند ابن سبع، ينشرون دعوة ابن سبع. صحابة ثلاثة من كبار الصحابة، واحد من أهل أحد، وقيلب البدري، عمرو بن الحمق الخزاعي، دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يموت حتى يمتعه بشبابه، فمات وعمره ما يقارب 80 سنة وليس فيه شيبة واحدة. زين، عبد الله بن بديل بن ورقة هذا صحابي. زين، عبد الرحمن بن عديس البلوي صحابي. هسه الآن عندنا أخواني واحد شيخ سني قال دولة سبعية، قال عنهم سبعية كفرهم، يقول عنا الشيخ أبو عبد الملك هذا من كبار علماء المسلمين يمدح به. زين يا أبو عبد الملك، لماذا الكلمة مكانين؟ لماذا الشيعة ينتقدون الصحابة كفار؟ عثمان الخميس يلعن والدين الصحابة ويطيح حظهم ويقول عنهم سبعية ويكفرهم وهو من علماء المسلمين، ليش؟ طيب ممكن أتكلم، ممكن أرد عليك يا برود؟ أنا بدك ترد، قل لي ليش هذا الميزان الأعوج غير تعاملنا ميزان واحد احنا عثمان؟ شوف يا 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 وعد اللامي، يا ميسم، انتم عندكم في دين الاماميه الاثنى عشريه ان الصحابه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم اخونا ابو عبد الملك. السؤال السيد في هذا البلوي، هذا البلوي من بيعه رضوان، وهو عثمان الخميس يقول هذا من السبعيه، رد على هذا الجزئيه، غيره لا ترد، ماكو، ما تسمح لك، تفضل. يا ابو كريم، يا ابو رد على سؤال السيد، ما عندك جواب قول له ما عندي جواب. ما تعرف قول ما اعرف. اقلك ابو عديس اللي رفع عقيدتكم مبني على تكفير، ما عليك، احنا كفار، احنا مشركين، ما عليك بيد انت هذا من بيعه رضوان بالجنه، وعثمان الخميس يقول سبعي، رد على عثمان، يلا تفضل. أنا أقول ما أريد أنت تقول، أنا أقول لك رأيك بعثمان الخميس لما يقول هذا سبعي من المبشرين بالجنة. أنا يا أبو كريم أتحداك، ما تحديك ما يسمع عندي زبيبة، أقول لك أنت تحديك، أنت فاشل، رجل فاشل، ما عندك شيء، يلا هذا مستحيل، هذا محال، هذا كذب. عثمان الخميس حفظه الله، مراواك الكتاب على الشاشة، عثمان الخميس يقول هذا سبعي، يعني كذب الشاشة؟ كلام واحد يا أخوان، والله العظيم. شوفوا، هذا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في علم الحديث، هذا كتاب العلل ومعرفة الرجال برقم 2517، يقول حدثنا شعبة عن سليمان الأعمش وكان والله خربيا سبئيا، خربيا أو خريبا سبئيا، طيب هي طبعا اللفظة مو هاي، خشبيا هي، بس ماشي، خربيا سبئيا. هذا الأعمش أخواني والله العظيم إحصائية، وأنا أطلعها الآن، إحصائية 800 رواية عنده في البخاري ومسلم، 340 رواية في البخاري و460 رواية في مسلم. بالله عليكم، من اللي يأخذ دينه من ابن سبأ، نحن أم أنتم؟ الآن البخاري ومسلم سبئية، يعني يأخذون الدين من السبئية، هم مشلبين بين السبئية والسبئية. طيب أنتم السبئية، أعطونا رواية واحدة في كتب الشيعة عن ابن سبأ، رواها ابن سبأ وأخذنا منها. أقول أنتم 800 رواية فقط في البخاري ومسلم، يا رجل صحابتكم سبائية، إحنا شكو. خلي يتكلم الشيخ أبو صالح، تفضل الشيخ أبو صالح. نعم، أريد أن أكمل لو سمحت. سمعت له مقطعا يقول فيه بأن تارك الصلاة متكاسلا وإن كان يصلي بعض الأوقات أو أن يحضر صلاة الجمعة فوجب قتله، أعوذ بالله. وقال أيضا بأن الحنفية يقولون وحاشا لله
بأن تارك الصلاة يحبس إلى أن يصلي أو يقتل في حبسه. أعوذ بالله، أعوذ بالله من وقت الله. الآن تستغرب بأنه كفر أحد صحابة الله صلى الله عليه وسلم من الذين بايعوا تحت شجرة الرضوان. أمر طبيعي وأمر عادي. نحن ننقسم إلى مذاهب مختلفة وطرائق متعددة ومشابع مختلفة. لا تتعجب. هو شيخنا ولا تستغرب له. شيخنا شوف هو ماذا يقول هذا الكتاب. أنا ما أعرف إذا أنت تشاهد أو لا، هذا كتاب حقبة من التاريخ. في حقبة من التاريخ، أنا ما أدري إذا تحتاجون أضعه على الشاشة لإخوان الكرام، أضعه على الشاشة. سأقرأ لك شيخنا وأبو عبد الملك يسمعني الآن، صلوا على محمد وآل محمد، الكلام اللي نقله الأخ السيد ميثم الموسوي، اللهم صل على محمد وآل. هذا كتاب حقبة من التاريخ أخواني، أمامكم على الشاشة، أمامكم على الشاشة. يقول في الصفحة 161، 161 أمامكم الصفحة. أبو بكرين بس راح أخذ الكاميرا. 161 أمامكم. يقول أكان في من، لا وين راحت، نعم، أكان في من، أكان في من لما حصل بعد من قتل عثمان. هو يقول بعد أن حصل عثمان تسوروا عليه البيت فقتلوه وهو واضع المصحف بين يديه. قيل الحسن البصري، طبعا الحسن البصري ما كان موجود، بس هي بعد تكتب كاذب وتكذب. وكان الحسن البصري قد عاش، هذا شوفوا الكذب على الناس، أنا أتمنى يعني يواجهون بهذا الكذب. الآن شوفوا أخواني، رجل عاش في فترة من الفترات، لكن الرجل لم يطلع على الأمر، فما ماذا يقولون؟ يقولون نصدق هذا الرجل لأنه كان يعيش ضمن تلك الفترة، لكن هل ثبت أن الحسن البصري نقله لأن تابعي؟ معنى الصحابي هو من رأى النبي صلى الله عليه وآله، معنى التابعي هو الذي يرى الصحابي. فهل الحسن البصري رأى؟ جواب لا. طيب حتى يركبون هذا الأمر قالوا هو وكان من عاش في تلك الفترة لأنه من كبار التابعين. هذا كلام كذب، لم يطلع على هذا الأمر. أنا أتحداهم أن يثبت. طيب عاش في تلك الفترة بس في البصرة، كان في البصرة، أي ما له علاقة بالحادث ولم يرى الحادث، كذب هذا. أكان في من قتل عثمان أحد من المهاجرين؟ الحسن البصري قال لا. حسن البصري قال كانوا أعلاجا من أهل مصر. أنا ما أقول أغلق البث، لكن حتى التشيع أتركه، هم يقولون أعلاجا من أهل مصر، خلي يطون خمسة من هؤلاء العلوج اللي هذا الصحافة خذ من هؤلاء، يطون خمسة من المصريين الذين قتلوا عثمان بن عفان. مو أغلق البث، حتى التشيع أتركه بسند صحيح. والله يكذبون عليكم، وأنا تحديتهم على مدى 42 حلقة. المهم هذه أعلاج من أهل مصر، دائما يقولون الكوفة قتلوا الحسين لأنه إعلام ضخ، أهل الكوفة غدروا بالحسين، الكوفة غدروا بالحسين. هل سمعتم أن أهل مصر قتلوا عثمان؟ لا تسمعون ولا يروجون أن المصريين هم من قتلوا عثمان. ليش؟ لأن شطار بالإعلام، لأنه يريدون الكوفة، يعلمون أن الكوفة الآن شيعية، علما أنه ابن تيمية يقول الكوفة كانوا نواصب في ذلك الوقت، وهذا بكتاب منهاج السنة. الآن استدلال السيد الحبيب سيد ميثم الموسوي ماذا يقول؟ هنا شوف اللي هرب منها أبو عبد الملك، يقول
وهؤلاء كانوا رؤوس الفتنة. من هم؟ يقول رؤوس الفتنة معروفة هم كنانة بن بشر، أول واحد كنانة بن بشر، ورومان اليماني، وشخص يقال له جبلة، وسودان بن حمران بن حمران، ورجل يلقب بالموت الأسود. وقيل مالك الأشتر. الآن هو يقول أن هؤلاء هم رؤوس الفتنة، من هم اللي قال عنهم أنهم السبئية؟ هؤلاء منهم صحابة. فسيد ميثم يقول للأخ المكرم أبو عبد الملك، تمو تقول سبئية؟ إذن هو قال أن هؤلاء الصحابة اشتركوا وهم رؤوس الفتنة اللي قتلوا عثمان بن عفان، فهل تكفر هؤلاء أو لا؟ نسمع الأخ أبو عبد الملك، تفضل أخونا أبو عبد الملك. أنا أقول وبالله التوفيق، أتحداك الآن أتحداك وأتحدى أبو كريم وأتحدى صالح وأتحدى عثمان، أتحداكم جميعا أن تثبتوا أن صحابيا واحدا فقط اشترك في قتل عثمان رضي الله تعالى عنه. يا رجل علي رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عديس، لحظة قبلنا التحدي، عبد الرحمن اسمعني صغيري خليني أحكي. لحظة انت مو سألتني، ما مشكلة يا رجل اسمعني انت مو تحديتني. شوف يريد يهرب اخواني يهرب، انت تحديتني. انا قبلت، أنا أهرب منك. قبلت أهرب منك. ولك انا قبلت انا قبلت انا يا شيخنا يا شيخنا انا قبلت. تفضل عبد الرحمن بن عديس البلوي، تفضل. عمر بن الحمق الخزاعي، تفضل. انت تحديتني قبلت عبد الرحمن، ومحمد بن ابي بكر ساعة ساعتين هو طلب سؤالك. الان تفضل، انت تحديت وانا قبلت. تفضل عبد الرحمن بن عديس البلوي. إيه قبلنا ولا قبلنا قبلنا مطيتك الاسم قبلنا عبد الرحمن بن عديس البلوي. اكمل التحدي. لا انا قبلت هذا الاسم، هذا الاسم. تفضل ناقشه. انا قلت لك انا اتحدى ان يكون واحد من الصحابه هو هذا الصحابي، ولك هو هذا صحابي سار الى عثمان فقتلوه. ابن سعد في الطبقات، شوف من حفظي الان ترجم له وقال كان في من سار الى عثمان فقتلوه. اسمعني صغيري جاوبني، انت قلت تعطيني اسم اعطيته. لا تهرب من الإلزام. تفضل ناقشني في هذا الرجل، تفضل. وانت جيب لي سند صحيح انه اللي قتله فلان. شوف ابو عبد الملك، انا 42 حلقة عملت على هذا الموضوع، والله شعر راسكم وقف، والان اوقف شعر راسك. اتحداك ورب الكعبة والذي رفع السماء بغير عمد، أتحداك أن تأتيني بسند صحيح من الذين قتلوا عثمان بن عفان. أتحداك ورب الكعبة، ثلاثة طيني أربعة بسند صحيح، أقول فلان بن فلان. الآن هذا الميدان يا حميدان، تفضل. طيب أنا يا أبو مصطفى، أنت إيش دخلك سواء قتل أو لم يقتل. هرب من التحدي. ما عندي، لا أهرب من التحدي. أنتم الذين تهربون، ما عندي. أنا قلت اللي يهرب ما يستخرج الكتاب. لحظة إخواني، شلون نهرب؟ السيد قالوا هذا الكتاب أمامكم، ولكم هذا الكتاب لك يا سنة. هو مو قال، مو جبت له الكتاب أو خليت أصفر أمامك الكتاب. سيد ميثم ادعى وأنا أثبتت من هذا. الآن هو الدور عليه. أنا الآن شو أسوي؟ أزين شعري قدام البث، أغلق البث، أكسر الكاميرا قدامكم، أكسر الكاميرا. إذا جبت لي الآن
الذين قتلوا عثمان بسنة صحيح أقسم برب الكعبة أمامكم أشغل كاميرا ثانية وأكسر الكاميرا أمام البث بعد. يلا تفضل. أوجه أم تحدى صحابة منك إلا تحدى. جاوب على السؤال، جاوب، كلنا نطالبك بالجواب، جاوب. أنا جاوبتك، أجاوبتك ولكنك لا تعقل. جاوبتك أنت يا عبد الرحمن لكنك لا تعقل. لا عمي جاوب الحاج وعد الله يخليك، يريد أن يقدم الدور يا أبو عبد الملك في دور كبير. نعم نعم تفضل. اي جاوب الحاج وعد. لك 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 المايك. تسمح لي برصاصه الرحمه؟ لا لا انا عندي رصاصه. لا لا قبلك ابو كريم، قبلك انا قلت قبلك. تفضلوا، هذا صحيح البخاري، صحيح البخاري اخواني، وهي مفاجاه للسلفيه. هذا صحيح البخاري بتحقيق من؟ تحقيق مصطفى اديب البغوي. اسمع 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 اخواني. يقول حدثنا عن عدي بن خيار إنه دخل على عثمان بن عفان وهو محصور فقال إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، محصور بالدار، ويصلي لنا إمام فتنة. هذا واحد إمام فتنة قاعد يصلي، إمام فتنة قائد للفتنة، ونتحرج. فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس. طيب مصطفى ديب البغى ماذا يقول؟ اسكت اسكت سيد 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 نعم. الله يرضى عليك سيد. يعني هم ناس، خلي صورتك، خلي صورتك بس لحظة نعم. خلي صورتك سيد، خلي خاطبك سيد. يعني هم ناس محاصرين الخليفة، ناس دجالة كلاوتشية حرامية، ويصلي بيهم حرامي. شنو يعني؟ شنو من الحرامي اللي يصلي بيهم؟ هو الحرامي، هل هو يعني خوش آدمي؟ هم قتل ميليشيات فمن هو رئيس الميليشيات اللي يصلي بيهم؟ من هو؟ أحسنت حج على السؤال، جزاك الله كل خير. يقول إمام فتنة، يقول مصطفى ديب البغاء، يقول محصور أي محبوس في الدار، ممنوع عن الأمور، ومنها الصلاة بالناس عامة، إمام جماعة، لأنه الإمام الأعظم. ثم يقول إمام فتنة، رئيس فتنة، وهو عبد الرحمن بن عديس البلوي. عبد الرحمن بن عديس البلوي وهو الذي أتى بأهل مصر على عثمان إلى آخره. الآن أخواني هذا من صحيح البخاري. يعني أنا جازف طلع إمام الفتنة هو الصحابي ممن بايع تحت الشجرة، من أهل الجنة ومرضي عنه، وبايع تحت الشجرة، بايع تحت الشجرة. مصطفى هذا غير امام، هذا غير امام الله مرضي عليه. ممكن تجاوب هذا امام، ممكن تجاوب امام الفتنه اللي هو صحابي؟ لا ليس صحابيا، هذا كان اسمه يسمى الغافطي. يا رجل يا رجل، عبد الرحمن بن عديس البلوي ليس من الصحابه. ليس من الصحابه، شلون مو صحابي يصلي بالصحابه؟ انت كيفك تلعب؟ اسمع اقرا لنا ترجمه عبد الرحمن بن عديس البلوي، خلينا نشوف هذا تابعي كلاوتشي. أنا الآن هو أصلاً ما يعرف اسمه أول مرة. ممكن تعطيني هو الصوت عنده يقطع. أنا الآن أتحداك بس أنا اسمعي اسمعي أنا ما هو كلامه كله تحدي وضيع زمن البس والله. أخونا أبو عبد الملك الله وكيلك، خلصت أنا تحداك وأنا يعني الآن إذا رحت لي للسوق أريد لي فتكيل وتحدي ما ألقى، يقولوا لي أبو عبد الملك كلنا خذن، خلاص ما في الآن بالسوق ما في.